إجلالا واعترافا بأهمية الفنون واحتفالا بمرور 80 سنة على إطلاق اسم كلية فنون تطبيقية، أقيم معرض ضم مجموعة من الأعمال النادرة لرواد وأساتذة الكلية على مدار سنوات عمرها. 2007 وراء هذا الجهد بجمعه بشكل شق، ما فيش حد هنا للأسف مؤمن بالتاريخ ولا الثقافة وكده، ولكن الحمد لله بأمانة لأن أنا بحاول أجتهد ربنا بيوقع في سكته كل هذا الكلام. يعني هذا جهد، جهد المدرسة، طلبة المدرسة زمان وقع في إيدي إزاي؟ ده أنا قاعد في إيدي سكتشات أحمد يوسف الأستاذ اللي قاعد عامد لي المدرسة من سنة 37، سكتشاته الأصلية وقعت في إيدي. أنا الحمد لله لأن اجتهدت فلقيت كل ده. أنا عندي 80 رائد من رواد الكلية أنا عامل لهم شغل، بس القاعة ما خدتش إلا لغاية 41، أنا عندي لغاية 2007 الحمد لله. يعني أنا عامل جهد بحاول أنحت ما يسمى تاريخ كلية فنون تطبيقية. نفسي الناس تتسوق وتشوف، نحب بعض، وإحنا لو حبنا بعض هنستمتع. أتمنى أن نستمتع بإنتاجنا وشغلنا. النهاردة إحنا بنحتفل بمعرض ممثل لأجيال سابقة من أعضاء التدريس والقائمين على الكلية في فترات سابقة. بنحس بالأعمال الإبداعية لأبنائنا وتلاميذنا منذ سنة 1839، فإحنا النهاردة لما نشوف قد إيه شباب مصر منذ القدم على قدرة عالية من الإبداع والإتقان. أنا بقول إن الأعمال اللي إحنا شايفينها النهاردة تحتاج إلى توثيق حضاري، لأن بقت تمثل تاريخ لابد أن يتعرف عليه شباب الجيل الحالي. الفكرة بتعتمد على إن إحنا يوم الوفاء لكل أساتذتنا وكل الرائد الأول من الأجيال اللي خدمت كلية الفنون التطبيقية في مجال في تطورها التاريخي المختلف، وبالتالي فكرنا ان احنا نكون اول حاجة ان احنا ناخد اقدم المعروضات بتاعتنا، اعرض اقدم المنتجات بتاعتنا لطلابنا، وطبعا هم اساتذتنا الكبار من سنة 29، وبنعرضها على شبابنا هنا من طلاب كلية الفنون التطبيقية عشان يحصل هذا التواصل بين الجيل القديم والجيل الحديث. معرض اليوم فن حقيقي يجسد التاريخ كما نحته أساتذة فنون تطبيقية.